هل ظاهر القرآن حجة؟ نعم ظاهر القرآن حجة. حياك الله عزيز، الله يحفظك، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. الإسقاط النجمي مو ببالي حقيقة، ما أعرف هسه، مو ببالي، أنا سمعتها سابقا بس مو ببالي حقيقة. ممكن تدخل على الخاص قد أجاوبك عنه، هنا ما مو ببالي هسه. هل السنة الذي لم تصله الحجة البينة من الممكن أن يتوب له؟ طبعا ممكن، ولماذا؟ هو الكافر يمكن أن يتوب، شيء في السنة ما يمكن. تواتر الروايات حجة؟ عزيزي تواتر الروايات الصحيحة وليس تواتر الروايات، تواتر الروايات الصحيحة غير المخالفة للقرآن، خلي ببالك. أول شيء مخالفة القرآن، لما تكون الرواية مخالفة للقرآن لا ينظر إلى عددها، لا ينظر، لا لا لا، لأن الرواية هي نص ظني والقرآن نص قطعي، نص قطعي. فالظني لا يمكن أن يكون في قبال النص القطعي أبدا، لا يمكن، ولا يمكن أن يخصص إلا إذا وصل إلى حد التواتر، يمكن أن يخصص، ممكن ممكن. فإذا كان نصه مخالفا لنص القرآن فلا حجية له أساسا. لو كانت الرواية ضعيفة سندا ولكنها ليست مخالفة ومتواترة، شايف متواترة هي رواية عزيز، لا يقال عن الرواية متواترة، الرواية لا يقال عنها متواترة، والرواية المتواترة لا تكون ضعيفة سندا، لا تكون ضعيفة. إن هي ضعيفة سندا يعني شنو؟ يعني ليست حجة أساساً.